أخوان بريدة تعرفت عليهم تقريبا وأنا في سن 16، كانت صدفة، لكنها كانت صدفة مركبة، كانت أقدارا مركبة قادتني إلى التعرف على هذه الجماعة التي كانت في تلك اللحظة في عام 1986 لا تزيد عن قرابة 250-300 شخص. كنت في 16، كنت في مرحلة تحول، كنت في مرحلة أسعى فيها إلى نوع من إيجاد بعض الإجابات المتعلقة بالأسئلة الوجودية الكبرى. كنت صغيرا، لم أنضج عاطفيا، واجهت بعض المسائل العميقة جدا التي آلمتني كثيرا وكنت أسعى فيها عن الإجابة. جاءتني تلك اللحظة في صيف 1986، وكانت هي اللحظة التي شعرت فيها بأنني الآن آن لي أن أتطهر، أن أجد مع هذه الجماعة تلك الإجابات الروحية التي ظلت تضغط علي، أن أجد سعادة الروح، أفراح الروح. وظللت مع هذه الجماعة قرابة 4 سنوات وأنا في حالة شبه انغلاق عن هذا العالم. كنا نعيش كتلك الجماعة التي تجاوزت زمنها، رجعنا إلى الزمن 1400 سنة، أحدثنا ثقبا في الزمن ورجعنا إلى 1400 سنة، وكنا نعيش حياتنا كأننا بين السلف الصالح. 4 سنوات كانت حقيقة حتى الآن حينما أنظر إليها هي لها تأثير كبير جدا في تأسيسي، حتى فكريا ومعرفيا ولغويا وأدبيا. كنا نتعلم التعليم الكلاسيكي كما كان الأوائل، كنا نتجنب مدارس الحكومة، كنا نتجنب وظائف الحكومة. كنت حينها صغيرا حقيقة، كنت مراهقا، وكان هناك ناس يكبرونني سنا، كان هناك شيوخ، كان هناك كهول، وكان هناك شبابا. 4 سنوات منذ 1986 حتى تقريبا 1990، وبعدها بدأت تدرجات وهي تنويعات في الانتماءات السلفية، لكنها كانت مختلفة عن اللون الذي كنت أعيشه قبله ب4 سنوات، مع أحداث الخليج، مع احتلال الكويت 1990 اختلفت الأمور حينها، وكنت في مراحل متعددة متنوعة فيما بعد. كنت حينها أظني في 11 تقريبا، لازلت أذكر اليوم الذي أعلن فيه عن احتلال الحرم. أعلن التلفزيون السعودي عن تلك الحادثة. كان الخوف والرعب حقيقة هو المهيمن. كنا صغارا، وكانت النقص المعلومات، لأنه كان المصدر حينها هي المصادر الحكومية من التلفزيون والجرائد والراديو، كان يغذيها أساطير الناس، مخاوف الناس. وأصبحت حتى صورة جهيمان حينما أذيعت بالتلفزيون بعد احتلال الحرم ب16 يوم، بعد إنهاء الاحتلال والقبض عليهم، ظلت لسنوات طويلة طويلة تشكل لها مصدر رعب بالنسبة إلي ولكل أبناء جيلي، وخصوصا أنها أنضاف إليها كثير من الأساطير والخرافات حول شخص هذه الشخصية، ومن يكون، وما هي قدراته، واستعماله للسحر، وكيف يسيطر على الناس، وأشياء وغرائب تليت حينها في ظل قحط وجذب ومسخبة من المعلومات التي لم يكن الناس يزودون فيها. فأنا أذكرها كنت في 11 حينها، ول16 يوم أذكر حتى أنه في الشوارع وفي الأسواق كان هناك رجال أمن، كان هناك رجال أمن أيضا داخل الأحياء أيضا، وكان شيء مخيف في تلك اللحظة، كان شيئا جديدا بالنسبة لي. أذكر وأنا في أظن أنني كنت في 4 ابتدائي، جاء اليوم الذي تسرب أنه سيتم اليوم إعلان من قبض عليهم وأدينوا، وصدر فيهم حكم الحرابة، أو صدر فيهم غير مع الحرابة أحكام يعني مشابهة لها متعلقة بالدماء وسفك الدماء. أذكر أن زملائي 2 أو 3 منهم خرجوا من الفصل من عندنا وتسربوا من المدرسة وحضروا الإعدام، وأذكر واحدا منهم اسمه يوسف كان صديقا لي، وكان جريئا أول مرة يشاهد مشاهد الإعدام وقطع الرؤوس. مسكين أخذ شهور وهو يعني يعيش كوابيس وتعب نفسيا كثيرا. أنا لم أجر ذاك اليوم، ترددت وجبنت. فهذه تلك اللحظة، لحظة جهيمان العتيبي، هي لحظة بصمة في ذاكرة كل سعودي من أبناء جيلي بالتأكيد، وكان لها أثارها وتبعاتها النفسية والاجتماعية والدينية والثقافية وحتى السياسية في المملكة العربية السعودية. سنوات طويلة كنت أعتمد، أحاول أيضا أسعى إلى معرفة الإجابة، ما بين قراءة كل ما كتب،
كل ما استطعت الوصول إليه من المصادر، المقابلة الأشخاص الذين كان لهم علاقة مباشرة بجهيمان العتيبي وبمحمد القحطاني المهدي حق جهيمان العتيبي، وبأولئك الأشخاص الذين أيضا عرفوهم وتعرفوا عليهم، حتى جلست مع ضباط رجال الأمن وبعضهم أيضا كان لهم علاقة بمجريات التحقيقات في تلك اللحظة، يبدو لي أنها حزمة من الأسباب أوصلت إلى تلك النتيجة. منها في الأساس فكرة موجودة ورغبة موجودة عند جهيمان وعند مجموعة من حوله، ممن يرون أنفسهم أنهم ورثت تلك الحركة التي عرفتها المملكة العربية السعودية في وقت تأسيسها، هي حركة الأخوان البدو، أخوان من طاع الله. بعضهم يرون أنهم امتداد لأولئك ويشعرون بأن هناك ثأرا بينهم وبين الحكم السعودي، بين عائلة آل سعود، بين الملك عبد العزيز وورثته من الملوك، وبينهم وبين النظام والحكم السعودي. هذه قصة. المسألة الثانية لامست، هي في الأساس كانت رغبات شخصية لدى أشخاص يبحثون عن دور وعن زعامة. جهيمان العتيبي كان يبحث عن الزعامة، كان يبحث عن دور، كان يريد أن يلبي شيئا في داخله. محمد القحطاني أيضا كان يرى بأنه بإمكان أن يكون له أيضا تأثير، رأى في نفسه أنه ربما تنطبق فيه المواصفات لأن يكون هو المهدي الذي جاءت الأثار فيه، وأنه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. وهناك أيضا أسباب أخرى أشار إليها وزير الداخلية المرحوم نبي النايف الله يرحمه، إلى أنه وجود أشخاص آخرين من جماعة التكفير والهجرة ومن جماعة الوقف والتبين ومن المصريين الذين تبنوا فكرة التكفير وانشقوا على الإخوان المسلمين، أنهم أيضا كان لهم تأثير على الجماعة في تشكيل هذا الفكر. لكن أنا بناء على كل ما قرأته وبناء على حصية كل من قابلته وجمعته من معلومات، أعتقد أنها هي حزمة من الأسباب أوصلت إلى هذه اللحظة التي قرروا فيها احتلال الحرم المكي الشريف. وأظنها فكرة تولدت من الداخل، بيور، فكرة بيور سعودية، سعودية سعوديين انحرفت أفكارهم، امتلأوا بها، لبت أشواقا فيهم دوافع شخصية مع انحراف فكري، مع تطلع، مع بعض الآثار الدينية التي وجدوا أنها قد يجدون فيها مسوغا لأن يقدموا على ما قدموا عليه، وخصوصا إذا عرفنا أنه قصة فكرة احترام دخول الحرم المكي الشريف لم تتولد إلا قبل دخولهم الحرم بثلاثة شهور في الاجتماع الشهير في الطائف في أواخر 1979، أعتقد كان في أغسطس. هناك طبعا حديث أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فهم كانوا يحثون الخطى، تولدت هذه الفكرة على مشارف قرن، فهم يحثون الخطى إلى أنه ربما يكون في هذا التوقيت وفي هذه النبوءة وفي هذه الأحلام أو الرؤى اللي يسمونها والمنامات التي أخذت أكثر من سنتين وهي تدور بين الجماعة لأن هذا هو المهدي اللي هو محمد بن عبد الله القحطاني، إضافة إلى عدة أسباب أيضا تولدت فيها. وعلينا ألا ننسى أنها جاءت في الوقت نفسه التي بعد الثورة الخمينية، بعد الثورة الإيرانية، كان لها أيضا تأثير في الآن نفسه، وإن لم يكن هناك أي تأثير مباشر، ولكن أنا أظن أنها كانت تغذي هذه الفكرة، جاءت كأحد المسرعات لوصولهم إلى ما وصلوا إليه. مع أنني أذكر أنا في الصحف كانت إيران من أوائل الدول التي أدانت هذا الحادث في يومها بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية، لكنني أنا أعتقد أن فعلا المنامات كان لها تأثير، العزلة التي كانوا يعيشون فيها كان لها تأثير، نوع من الانكفاء والعزلة التي كانوا يعيشون فيها والإحباط الذي كانوا يعيشون فيه هو نوع حقيقة. إذا رأيت استعرض كل الأسماء الفاعلة في الجماعة، أسماءهم وأصولهم وجذورهم، غالبهم كانوا من أصول متواضعة، وهؤلاء ربما أنهم وجدوا التعويض عبر هذه الحركة. نشرت في الصحف السعودية توزيعهم في المناطق كلها، أظن الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد فك الحصار وإنهاء الاحتلال أظنهم كانوا
أكثر من 63، نعم أكثر من 63، ولكن الذين أعدموا ووزعوا في أنحاء المملكة كانوا قرابة 63، وأظنهم هؤلاء هم الذين ثبتت تورطهم في سفك الدماء وحمل السلاح وإطلاق ومواجهة الأمن والاعتداء على الناس. أظن هؤلاء هم الذين تم إعدامهم، نعم تم إعلان عنهم ووزعوا على مناطق المملكة في مكة وفي الرياض في القصيم وفي غيرها. أنا أذكر أنه تقريبا في آخر 1979 وكانت مفاجأة، كان هناك توجيه من وزارة الداخلية، أظني قرأته لا أذكر هل في جريدة المدينة أو جريدة الرياض، توجيه من وزارة الداخلية إلى العاملين في المستشفيات من الممرضات والطبيبات وغيرها، أنه لوحظ أن هناك نوع من التجاوز في عدم التقيد باللباس المحتشم الذي يحتمه تقليد المملكة العربية السعودية والثقافة وتمسك المملكة وتطبيقها للشريعة، وكان هناك توجيه وتنبيه لهذه القصة. يعني أنا شعرت أن تلك الفترة كانت كأنها إرهاصة لتحول، لكن كانت تلك اللحظة الذي يرجع إلى الإرشيف التلفزيون والراديو السعودي، أنا أذكر كانت الحفلات الغنائية موجودة، كانت الأغاني موجودة، كانت حتى المسلسلات كانت أكثر جرأة والأفلام كانت أكثر جرأة. بعد 1400 حدث انكسار. ما الذي حدث؟ من وجهة نظري أن المملكة العربية السعودية في تلك اللحظة كانت تخلو من مفكرين سياسيين يستطيعون أن يقدموا الدعم للقيادة السعودية ويوضحوا أنه بالإمكان للمملكة العربية السعودية أن تظل كما هي دولة محافظة، دولة تعتز بخدمتها للحرمين الشريفين، وفي الآن نفسه أيضا بإمكانها أن تنفتح وتكون حذرة من تولد بذرة جديدة مرة أخرى تؤدي إلى ما وصل إليه فكر جهيم العتيبي. الأمير نايف بن عبد العزيز في لقاء معه، أظنه مع مجلة السفير اللبنانية، لست متأكد، أظن مع مجلة السفير اللبنانية، تطرق إلى موضوع هؤلاء، لأنه كان هناك أكثر من مرة تم فيها القبض على جماعة جهيمان قبل دخول الحرم، سجنوا مرتين، هم سجنوا مرتين بسبب شيء ما أشيع عنهم واجتماعاتهم من تضليلهم للحكومة وتفسيقهم للمشائخ وتضليل المشايخ، وخصوصا الصدام الذي حصل في المدينة المنورة في الجامعة الإسلامية وفي أروقة المسجد الحرام النبوي بين علماء الذين يدرسون يعقدون الدروس الدين الفقهاء، وما حصل أيضا في البقيع الشرقية التي وجدت فيها بيت لهم، هناك كان لهم مركزيا في المدينة وفي الرياض ولهم في حال أيضا، لهم ثلاث تقريبا مراكز، وفي مكة أيضا في العزيزية في مكان يسمونه حوض البقر. فتولدت هذه الخلافات والنقاشات وكأنهم مضافات أيضا، وهنا أيضا جاءوا في بريدة أيضا واحتكوا أيضا بإخوان بريدة. فالأمير نايف الله يرحمه ذكر أنه أن الدولة لاحظت هذا الانحراف لديهم، ولكن كلما الدولة تتحفظ عليهم ويتم القبض عليهم يأتي شفاعة من كبار العلماء. طبعا من هم كبار العلماء؟ كان الشيخ عبد العزيز بن باز على رأسهم، الشيخ بن باز كان هو شيخهم في الأساس، صحيح أنهم ربما تمردوا عليه، لكن لا يستطيع أحد أن ينفي أي علاقة روحية للشيخ عبد العزيز بن باز ولو في البداية لهذه الجماعة. صحيح أن الشيخ كان ضدهم في هذا في احتلال الحرم، ضدهم في أن فلان من الناس هو المهدي المنتظر، ضدهم في حمل السلاح، ضدهم في تضليل الدولة، لكنه كان هو أبو هذه الفكرة في الأساس. اثنان من العلماء، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز، كان ملهمين روحيين لهذه الجماعة. الشيخ عبد العزيز بن باز تمردوا عليه، ولذلك لو تقرأ أدبياتهم ستجدهم يعاتبون الشيخ، يعاتبونه معاتبة الشيخ الذي خاب أملهم فيه لأنه لم يكن يتفق معهم. فكان موجود هذا الفكر بالتأكيد، وكان لها تأثير كبير جدا فيما بعد. ما الذي حصل؟ علينا ألا ننسى أنه في هذه اللحظة التي حصل فيها احتلال الحرم المكي الشريف كان الجهاد الأفغاني قد بدأ، كان الاتحاد السوفيتي قد دخل أفغانستان، الثورة الإيرانية قد وصلت حينها وسيطرت على الحكم، الثورة الإيرانية الخميني وصل في تلك الفترة، وكان هناك مزاج سياسي دولي، مزاج سياسي لدعم السنة والصحوة السنية الدينية في العالم لكي تكون ضد ثنتين
أولا ضد الثورة الخمينية الشيعية، والثانية في وجه الاتحاد السوفيتي وأفكاره الشيوعية، فكان لابد من تفجير هذه الأفكار الدينية. جاءت فكرة جهيمان، لن أقول تتويج لأنها كانت تقريبا على مشارفها، جاءت صدفتها التاريخية ولحظتها التاريخية مهيئة لها، وما بعدها أحدثت للمملكة العربية السعودية نوع من الانكفاء، وكان هذا الجو العالمي أو المملكة العربية السعودية في تلك الفترة كانت أحد أكبر الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وأظن المملكة العربية السعودية في هذه اللحظة دعمت الصحوة الدينية فيما بعد والصحوة الإسلامية فيما بعد، والصحوة الدينية التي أنتجت لنا 30 أو 40 سنة من الكآبة التي عاشتها المملكة العربية السعودية، وفي الوقت نفسه أيضا انكفأت أكثر وتراجعت عن الانفتاح التي كانت تعيشه. في ظني أنه كان المملكة العربية السعودية في حينها أن تمشي عبر خطين متوازيين، تجفيف المنابع لكل تلك الأفكار التي أوجدت حركة جهيمان العتيبي وأوصلت إلى احتلال الحرم المكي الشريف، وفي الوقت نفسه أن تكون تتخذ خطوات وإيدة بإيجاد بالسماح لأرض خصبة من التدين المحافظ الذي لا يبلغ إلى حد التطرف ولا التكفير ولا يسبب ما عاشته المملكة العربية السعودية في 40 سنة الماضية، لكنه مع الأسف كان هناك شيء ما قد بذر في أواخر الستينات وهو الإخوان المسلمين. إذن تولدت حركة جهيمان في لحظة أستطيع أن أقول في فرحة ما قبل التفقيس لفكر الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون وضعوا بذورهم في أواخر الستينات أوائل الستينات، هذه البذور كانت كامنة، هذه البذور كانت مندمجة مع الحكم السعودي، لم يكن لها تميز لأن الإخوان المسلمين كانوا جاءوا حلفاء وهم كانوا حلفاء للحكم وليس للمملكة العربية السعودية فقط، لكل بيوتات الحكم والعوائل الحاكمة في دول الخليج كلها في أنظمة الخليج، لأن كانت هذه الأنظمة كلها محددة في فترة ما من الفكر الناصري والقومي من الشيوعية واليسار. فالسعودية ليست بدعا وليست استثناء، هي دولة مثل جيرانها تتفاعل وتتأثر، ولذلك مع 1980 كانت هذه البيوض قد فقست. من هم البديل في هذه اللحظة؟ كان البديل إما الإخوان المسلمين وإما المطاوعة الوهابية، الشيوخ من طاع الله، العلماء الذين كانوا في تلك الفترة هم تقريبا يعني مهيمنين على الساحة، لم يكونوا مهيئين لكي يوجدوا فكرا دينيا متسامحا وفي الوقت نفسه قادر على الانفتاح وفي الوقت نفسه قادر على أنه يحمي الشباب من الانزلاق نحو التطرف. فأوجد هجين تحور هذا الفكر، أوجد هجينا اسمه السرورية. ما هي السرورية؟ السرورية هي عبارة عن مزيج من المزج ما بين الحركية الإخوان المسلمين وفي الوقت نفسه ما بين الفكر السلفي الديني الوهابي الرسمي الذي تحكمه الذي تتبناه المملكة العربية السعودية، لأنه الإخوان المسلمين لا يمكن أن يقبل فكرهم، وخصوصا أن هناك شبه اتفاق بين المملكة العربية السعودية كنظام وبين الإخوان المسلمين منذ آخر الستينات أنهم لا يسمح بوجود الفكر هنا ولا التنظيم ولا بيعة المرشد، ولكن كان هناك تغاضي عن فكر الإخوان المسلمين الذي بإمكانه أن يتغشى ويتجلل بالفكر السلفي، وهذا ما حصل. ولدت السلفية السرورية في تلك الفترة التي رؤية أنها هي الأنسب لكي تناسب السعودية. السرورية هجين ولد لخصوصية المملكة العربية السعودية من الإخوان المسلمين، حركة الإخوان المسلمين ومن الفكر السلفي الوهابي، ومزجت قائم على الحرص على نقاء العقيدة وثنتين ثلاث أربع قضايا المرأة أشياء متعة أخرى، وفي الوقت نفسه أيضا مع حركية الإخوان المسلمين وضد الانحرافات الفكرية والعقدية حتى يتماشى مع الخطاب العام مع الفكر المتبنى الديني، وفي الوقت نفسه يضع بذوره، وهذا ما عاشته المملكة العربية السعودية لسنوات لثلاثة عقود أو أكثر فيما بعدها. أن الفكر لا يموت ولكن بالإمكان تحجيمه بالتأكيد، يعني سنجد أن هناك أفكارا وعقائد ونحلاء ومدل عرفتها البشرية وعرفت الثقافات والحضارات والمجتمعات منذ آلاف السنين ما زالت موجودة، لكن ما زالت موجودة لا تموت، لكن هل هي فاعلة؟ هل هي تحكم المجتمعات؟ هل هي موجودة مقلمة الأظافر؟ هل هي منزوعة الدسم؟ أم لازالت فاعلة وناشطة ومتحكمة؟
بسبب أنها في فضاء ثقافي واجتماعي لا يسمح لها أن تتغول في المجتمعات وتقود الفكر والثقافة وتلوث الحركة الفكرية والثقافية والدينية وتنعكس فيما بعد حتى على السياسة. علينا ألا ننسى أن ما عاشته المملكة العربية السعودية عام 1995 في تفجيرة العليا كان أول حادث إرهابي تقريبا بحركات تنظيمات مسلحة دينية جهادية سنية هي نتاج لهذا الفكر. علينا أن لا ننسى أن أحداث 11 من سبتمبر والذي كان أكبر أزمة تواجهها المملكة العربية السعودية مع أكبر حليف لها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الغرب بشكل عام ووضعت المملكة العربية السعودية تحت المجهر أمام العالم كانت نتاج وصول هذا الفكر إلى هذه الغاية. علينا أن لا ننسى أيضا أن ما عاشته المملكة العربية السعودية عام 2003 من تهديدات القاعدة والتفجيرات والأحداث الحربية التي عاشتها كانت كلها نتاج لهذا الفكر. لهذا يعني ماذا؟ يعني أنه الفكر لا يواجه إلا بفكر ولكن أيضا مع سياسة تتخذها الدولة على شتى الأصعدة أمنية وتعليمية تربوية وثقافية تهيئ مجتمعات قادرة على أن تخضم دين منفتح متسامح وفي الوقت نفسه تكون محمية ومحصنة من أن تنزلق تحت مع الأفكار المتطرفة. باختصار أنا سأقول لك عبر 40 سنة الماضية إلى ما قبل عهد الملك سلمان في الفترة التي كانت الصحوة الدينية الحركية الإسلامية المتطرفون الذين هيمنوا على التعليم وعلى المؤسسات الدينية وحقيقة كانوا يهددون السلطة يعني وحقيقة كانت السلطة أحيانا تتخوف منهم حتى صناع القرار كانوا يخشون من أن هؤلاء بإمكانهم فعلا أن يحدثوا شرخا حقيقيا في البلد وأن يواجهوهم وهذه كانت مشكلة كبيرة جدا. دائما ما كان يظن أنه بالإمكان السيطرة عليهم كان هناك دائما انزعاج من خروجهم عن السيطرة لأنه كان هناك ظن بأنه بإمكانك أن تطلق الوحش وأنك ستسيطر عليه وهذا لم يكن أبدا. حقيقة أن المملكة العربية السعودية منذ 1980 في فترة الملك خالد رحمه الله آخر فترته وما بعدها من 83 بعد حقيقة بعد ما تولى الملك فهد رحمه الله الحكم السعودية ألقيت لقمة سائغة للفكر المتطرف هيمنة على كل شيء إلى الحد الذي أصبحنا نسمع هنا وفي الرياض خطبة ودعاة لا يثقون باسم المملكة العربية السعودية يسمونها الجزيرة العربية وهذا كله بالتأكيد أنا قناعتي أن المسؤول الأول في كل ما حصل كان هو السياسي بالتأكيد ولحسن الحظ كانت كل النظريات التي تقال وكل ما يدار من نقاش ومن جدل هل القرار يعود إلى المجتمع هل الدولة هي التي تقود المجتمع إلى التغيير هل المشكلة في المجتمع أثبت الملك سلمان بن عبد العزيز منذ وصوله إلى الحكم أن الإصلاح لا يقوده إلا السياسي أنه بقرار حكيم ورؤية واضحة وبحزم وفي الوقت نفسه حزمة من المشاريع والبرامج التي تهيئ المجتمع ليكون مجتمع طبيعي صحي غير مأزوم أنه هذا هو القرار الحقيقي أن القرار دائما هو بيد السياسي. فأحيانا تجد للجرائد والصحف في تلك اللحظة في 15 يوما أو 16 يوما التي احتل فيها الحرم وكانت الصحف تكتب فيه تجد تناقض ما بين ما يقال ما بين تصريحات المسؤولين وما بين ما تنشره الصحف من معلومات وتغطيات ومتابعات يومية. ولكن دعني سأقول لك وهي كثيرة حقيقة المعلومات الغير معروفة لكن دعني أقول لك شيء أعتقد أنه مثير شيئا ما وهو أنه كان هناك سيدات معهم تعرف أنهم لما تم القبض عليهم معهم 12 امرأة كلهم قريبات إما لمحمد القحطاني أو واحدة أو ثنتين من زوجات محمد جهمان العتيبي ربما واحدة أو اثنين من الجماعة التابعين لجهمان وأصحابه. في إحدى التغطيات في التقارير الصحفية أظنها لجريدة المدينة أو عكاظ في تلك الفترة ذكروا عن امرأة كانت واقفة في الباب أحد أبواب الحرم المكي أظن باب الندوة أو باب المدينة المنورة وكانت واقفة بالسلاح وبالسلاح ومعها سلاحها
وكانت احيانا ما ادري اعتقد احيانا بعض المرضى احيانا لانه تعرف كان هناك تقريبا عشرات او مئات بقوا من الناس الذين كانوا موجودين في الحرم بقوا كرهائن بقوا وكان بعضهم يكون مريض او كبر سن فيخرجون على دفعات. فكان كتب احدهم يقول كانت المراه التي فتحت لي الباب ووقفت كانت امراه وكان معها السلاح وهي التي فتحت له الباب حتى يخرج يعني خارج الحرم. هذه من الاشياء طبعا اللي كانت مكتوبه لكنها غائبه عن الرصد، غائبه عن كل من كتبوا هذه القصه. طبعا هناك اشخاص يظنون انه كل هناك طبعا ظن بانه او اعتقاد او 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 فهم بان كل اولئك الذين كانوا داخل الحرم وتم القبض عليهم انهم اعدموا. لا، هناك اشخاص لم يعدموا، كانوا موجودين داخل الحرم وتم القبض عليهم، وبعضهم سجنوا سنتين وبعضهم 4 سنوات، بعضهم علماء دين صدقوا ان هذا هو فعلا القحطاني هو المهدي المنتظر، وذهبوا لمبايعته ووقفوا معه ولكنهم لم يخوضوا في الدماء ولم يرفعوا السلاح 4 سنوات وخرجوا. وهناك ايضا قصص اخرى لطيفه طبعا حكاها لي احدهم عن احد المشايخ والعلماء كان موجود في الحرم ورآه جهيمان العتيبي في اليوم الثاني. وهذا له قصه مع جهيمان. جهيمان شهادته 4 ابتدائي ليلي، فيبدو انه ذهب الى الرئاسه العامه لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد وهو يرى نفسه طالب علم يعني، وطلب بعض الكتب الدينيه التي توزعها الرئاسه العامه لادارات على طلبه العلم مجانا وقف. فسالوا عن شهادته، ما مع شهاده؟ فقالوا انت ما نستطيع نعطيك اياها، انت عامي يعني ما. فكانت في نفسه وخرج يعني. هناك قصه مهمه جدا وانا اعتقد انه مهم جدا انكم تقابلون الدكتور البروفيسور سامي عنقاوي. سامي عنقاوي احد الاشخاص الذي كان لهم تاثير حقيقي في هذه القصه وله حقيقه قدم خدمه عظيمه جدا. لا ادري هل هو تحدث عنها وما تكلم عنها، لكنه قالها لي في مقابله اجريتها معه في بيته في جده. مع الاسف الشديد في اليوم الذي تم فيه الاحتلال باليوم الثاني كان هناك ربكه، اكتشفوا انه ليس لديهم خرائط للحرم وخصوصا للخلوات، ما فيه. فالوحيد الذي ابتكر الفكرة يعني غاب عن الجميع 3 أيام لا يدرون ما يفعلون. فسامي عنقاوي تذكر كان في مركز أبحاث الحج، أخذ كل الخرائط وذهب إلى الأمير أحمد أعتقد بن عبد العزيز وجلس معه وأطلعه عليها. الثالثة قصة هي مهمة جدا جدا وأنا كنت أتمنى منها رحمه الله أنه يكتبها لكنه يقول مع الأسف أزلتها وزارة الإعلام، وهو إبراهيم المنيف رحمه الله في مذكراته الذي كان رئيس الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، توفي أعتقد قبل 6 سنوات رحمه الله. كتب في مذكراته كان قد كتب يقول تم آخر سنة عام 1978، يقول كلفني الأمير سلطان رحمه الله ولا أدري لماذا تم تكليفه ولا أدري ماذا من الأمير سلطان رحمه الله ما أذكر السبب. يقول ذهبت لكي أكتب تقريري عن حالة السرداب الحرم له الخلوات. هذه الخلوات هي طبعا المشكلة لأنهم كانوا يسكنون فيها، كان فيها يمكن 100 غرفة وكانوا مخصصينها لمن يقول من طلبة العلم والعابدين والزهاد الذين يعيشون في الحرام، وكل واحد له غرفة صغيرة. اكتشفوا فيما بعد أنها أحد كان مملوءة بالتمور ومملوءة بالمؤونة لأولئك المحتلين، تم استفادة منها حتى بالأسلحة والأشياء هذه. قبلها بسنة تخيل يقول لي إبراهيم منيف كتبت تقرير طويل أتمنى أنه موجود هذا التقرير ورفعته إلى الأمير سلطان، تم تكليف فيه عن خطورة هذه الخلوات، عن خطورة هذه الغرف وأنه لا بد من إقفالها والقضاء عليها وعدم سماح لأي أحد لأنها خطيرة جدا أمنيا. يقول ومع الأسف لم يتم الالتفات إلي أساسا التقرير وما تنتبهوا له بعد ما وقع الفاس بالرأس.